حبيبتي ميساء، يا ريت تخففي اكل بطاطا شوي مشان الرجيم. مالك ملاحظة على حالك شلون سمناني شوي؟ انت التهي باكلك وما عليك بالرجيم تبعي. بس انت قلتي لي ساعدني منبهني لما باكل نشويات. اسكت هلا اسكت. بس الرجيم اذا ما كان خلصنا بقى غيرنا السيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. شو صار لك؟ خذ اشرب مي خذ. لا حول الله. اشرب مي مشان تضحك على ظهره. لا لا معلش 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 حبيبي، شرطة خفيفة مشي الحال. دايما يا جماعة. بس علاء ما كملت أكلك. لا صدقوني يا جماعة شبعت، يعني معقول قوم عن صفرة وأنا جوعان؟ لا تخافوا عليه، هو هيك صاير أكله قليل. تفضلوا تفضلوا يا جماعة كملوا ولو. أهلا وسهلا. مو معقول هيك يا ميساء، مو معقول أبدا. شو هذا اللي مو معقول؟ الشيء اللي عملتيه معي بالسهرة. يوم ليش شو عملت لك لا سمح الله؟ لك يعني معقولة ما تعرفي حالك شو عملتي؟ هلا فهمني شو قصتك؟ يا ميساء، انت طريقتك بالحكي معي قدام الناس مو ظريفه منوب، يعني صايره عم تدجي لي كل كلمه هالقد قد قدام العالم، ما عم تحترميني ابدا. يعني بصراحه شخصيتي صارت مهزوزه قدام الشله، وكلهم صايرين عم يتغامزوا علي لما بتحكي معي شي كلمه او لما بتوجهي لي شي ملاحظه. ايه مو حلوه بحقي، شو الحكيات؟ مو حلوه منوب. انا هيك عم بعمل؟ ايه طبعا، كل ما بحكي كلمه بتطلعي لي سنجق عرض مثل حمصه الكي، كل ما بدي اقول رايي بتسفهي لي اياه فورا، بتسخفيني، واذا بدك تحاكيني بتحاكيني متوتره هيك وعصبيه ومن روس مناخيرك مثل الامبراطوره قال او الملكه. انا هيك عم بعمل؟ اي طبعا. لكن معقوله معقوله تقليلي التهي باكلك وما عليك مني وتسكتيني مثل ولد صغير قدام الجماعه؟ صدقيني قلبت على نصي قدام رفقاتنا وصرت قد الكبايه وتمنيت الارض تنشق وتبلعني. يبعت لي حمى على هالفصل. آسفة كتير حبيبي، آسفة علاء، صدقني مو بقصدي. قال مو بقصدك قال، بقصد مين لكان؟ علاء أنت صرت تعرف طبعي، يعني أنا هيك طريقتي بالحكي، دائما نبرة صوتي عالية وحدة، صدقني مو بإيدي، شو أعمل؟ يا ستي صدقنا وآمنا، بس ليش نبرة صوتك ما بتكون هيك لما بتحكي مع غيري؟ لأني بكون عم جامل، أما معك بكون على طبيعتي وباخد راحتي. ايه على عيني بس مو لهالدرجة، الله وكيلك صرت مضحكة قدام العالم. خلاص حبيبي قلت لك اسفة. اسفة؟ وبعد شو؟ لك شو بينفعني اسفك هلا؟ خلاص الجماعة كونوا عني فكرة مو منيحة وانتهت القصة. اكيد هلا بيكونوا عم يتصوروني هيك قاعد معك مثل ما بيقعد الصبي مع استاذه وما عم بسترجي افتح تمي بكلمة. ومستحيل يعرفوا انك هلا عم تعتذري مني وتتاسفي، مستحيل شو الحكي. طيب ولا يهمك، شو رايك بكره احكي قدام عليا ورانيا اني انا اعتذرت منك وتاسفت لك؟ ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال حبيبتي منو. ليش؟ لانه هالموضوع بالذات بده فعل ما بده كلام. كيف يعني؟ يعني انت مستعده تصلحي غلطك ولا عم جامليني هيك مجامله؟ شو هالحكي علاء، انا مستعدة اعمل اي شيء بيرضيك، يعني انا كمان بصراحة ما بيهون علي تطلع صورتك مهزوزة قدام الناس كيف ما كان انت جوزي وابو ولادي. عظيم كتير، معناها ما في غير طريقة واحدة لتصليح الوضع. شو هي؟ منستنى للسهرة الجاية ببيت عرفان ورانيا وهنيك منقلب الادوار بيناتنا. ما فهمت عليك. يعني منعمل تمثيلية صغيرة قدامهم، مثلا انت بتحكي لك شي كلمة باردة بقوم انا برد عليكي وبفرض شخصيتي قدامهم وبعيط عليكي شوي. ايه بس كمان انا مو حلوة تنهز شخصيتي قدام النسوان. معلش روحي، لازم اضحي شوي من شاني، بعدين هي غلطتك وانت المسؤولة عن تصليحها. ماشي الحال قبلاني، بس على شرط. شو هو؟ لا تنبحت قدام الجماعة وتاخد راحتك. ايوة يعني بتدج لي كلمة كلمتين وصلى الله وبارك. ايه طبعا حبيبتي طبعا، شو فكرك لك؟ يعني انا ما برضى لك اياها تتبهدلي ولو يا روحي. لا لا ولا يهمك. ان شاء الله عجبكم الجاتو. رائع، الله يسلم الديار. يا سلام، وعياراتهم كتير زابطة. رانيا ذكريني اخذ منك العيارات. تكرم عينك. شو استاذ علاء ما اعطيتنا رايك؟ رايي واضح، طالما صرت آكل 3 قطع على حد هلا معناها الجاتو عجبني كتير. إيه هيك ها؟ هذا اسمه جاتو، مو مثل الجاتو اللي بتعمله ميساء. ليش أنا ما بعرف أعمل جاتو؟
لا ستي ما بتعرفي، انسيتي كم مرة احترق معك قالب الجاتو؟ أنا بذكرك أكثر من 10 مرات احترق معك، ورغم هيك لساتك مصرة تعملي جاتو. بسيطة بسيطة أستاذ علاء، أكيد مو بقصدها. طبعا مو بقصدي، كل مرة بسها عنه شوي بيقوم بيحترق. معلوم بدك تسهي عنه، لأنك يا أما بتلتهي بالتلفزيون يا أما بالحكي على التليفون. أنا؟ شبك أستاذ علاء؟ حاطط على مرتك فرت حطة، شو القصة؟ ما في لا قصة ولا فصة، بس ميساء بتعمل حالها إنها ست بيت وهي مو هيك أبدا. الله وكيلكم يا جماعة، الله وكيلكم، أكلها مجلعص جلعصة، والرز بيطلع معها مرزرز، والشوربة ملدوعة، إيه عم ملدوعة، واللبن شايط ونايط، والخضرة يا أما بتطلع عجرة وقاسية يا أما دايبة بقلب الطنجرة. علاء زودت كتير. ها ما زودت ولا شيء، خليوني يعرفوك على حقيقتك. ليش خجلانة بحالك كل هالقد؟ ليش حقيقتي؟ ايه نعم، لازم يعرفوا انك مو ست بيت ابدا، وانك كتيرة حكي ومهملة وعصبية لحد الجنان. انا؟ ايه انت. لكان انا؟ لك اذا بدنا نطلع مشوار بتضلي ساعة مقابل المراية، ويا ويلي ويا سوات ليلي اذا استعجلتك شوي. مش دهي يوم يوم نوصل على موعدنا، يعني صار التأخير من الفلكلور تبعنا. وإذا استقبلتني شي ضيف البيت وما كنت عاطيكي خبر، بتفتح الباجوق، الباجوق بينفتح على الآخر وبساعتين ما بيعود بيتسكر. إذا اشتريت لي شي غرض وما اشتريت ليك، ما بعود بخلص من لسانك شهر زمان. نسيتي قصة جاكيت الجلد ولا قصة بوت الرياضة؟ نسيتي؟ هلا الضبضب بلا ما شرشحك قدام العالم. ها أنت بدك تشرشحيني قدام العالم؟ عم قل لك اكساب حالك. لك طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم، مو حلوة، شو صار لكم؟ ما بدي طول بالي، أنا بدي حط حد لكل شيء. خذ لكان، بس الحق مو عليك، الحق عجبها اللي اجت تسهر معك، أنت من زمان لازم نحط لك حد. طولوا بالك ميساء. وين رايحة؟ بس وينك؟ عمل حسابك، اليوم مالك رجع على البيت بنوب، وإذا رجلك بتخطي عتبة البيت لأكسرها وحملك ياها، فهمت؟ بدك بدك أنت. لك يا جماعة يا جماعة صدقوني مو هيك كان الاتفاق. تمثيلية.